السلام عليكم ورحمة الله، أهلا ومرحبا بكم مشاهدينا في صدى أقلام جديد من قناة رافدين، نرصد فيه أبرز ما كتبت الصحف المحلية والعربية والدولية، ونبدأ بعد الفاصل. ما تزال الصحف الدولية والعربية تواصل تغطيتها للذكرى 21 لاحتلال بغداد، واليوم نقرأ مقالا من صحيفة رأي اليوم بعنوان 21 عاما على غزو العراق، أخطر جرائم العصر المنسي، الإبادة المنهجية للثروة العلمية الأكاديمية العراقية، للكاتب نواف الزرو. يقول فيها: بينما تحل في هذه الأيام الذكرى 21 لغزو العراق، دعونا نستحضر أخطر وأبشع جرائم العصر المنسي التي شهدها العراق العربي، وهي الإبادة المنهجية المبيتة للثروة العلمية العراقية. فالعقل العراقي كان مستهدفا، والثروة العلمية العراقية كانت مستهدفة، والتراث العلمي العراقي كان مستهدفا، والقدرات العلمية والتكنولوجية العراقية كانت مستهدفة. كل هذه وغيرها الكثير من العناوين تكشف لنا حقيقة ما جرى ويجري على أرض العراق العربي من حرب إبادة منهجية شاملة ضد العقل والعلم والثقافة والحضارة وقدرات البقاء العراقية. فهناك جرت على مدار الساعة عمليات القتل الممنهجة للمتميزين من علماء العراق، أساتذة جامعات، أطباء، طيارين، مهندسين. وقد بادت هذه حالة معروفة وموثقة، ولم تعد تثير أحدا من العرب رغم أهميتها وخطورتها ورعبها. فحينما كتبت صحيفة ذا جارديان تقريرا تحت عنوان استنزاف العقول العراقية، تقول فيه: إن مئات العراقيين من الأطباء وأساتذة الجامعات والمدرسين يستهدفون بالقتل والخطف ضمن حملة يعتقد أنها مقصودة، فإن هذه تعد وثيقة بالغة الأهمية تبين لنا تلك الأجندة الخبيثة وراء الاغتيالات المنهجية للعلماء. وحينما يعزز هاشم الجزائري عميد كلية القانون السابق في جامعة البصرة ذلك بتأكيده أن يد الاغتيال طالت حتى الآن ما يزيد عن 700 أستاذ وعالم عراقي من أصحاب الكفاءات العليا والتخصصات المميزة، مشيرا إلى أن عام 2003 فقط شهد وحده تصفية منظمة لأكثر من 100 أستاذ جامعي معظمهم من رتبة أستاذ مشارك فاعلي، فإن لهذه الشهادة العراقية مصداقية لا مجال للتشكيك فيها. ونبقى مع مقال الكاتب نواف الزرو بعنوان 21 عاما على غزو العراق، أخطر جرائم العصر المنسي، الإبادة المنهجية للثروة العلمية الأكاديمية العراقية. يقول الكاتب: لقد تحقق فعلا ذلك التهديد والوعيد الذي أطلقه جيمس بيكر بإعادة العراق إلى عصور ما قبل الثورة الصناعية، أي العصور الوسطى، وكان المقصود قطعا الوعيد بتدميره وتقويض شتى سبل الممانعة والمقاومة، كما فعل هولاكو في غزوه الهمجي لبغداد حين تحول لون مياه نهر دجلة إلى الأحمر والأسود، لون دم القتلى المرمية جثثهم في النهر، ولون مداد الكتب التي ألقيت في النهر من قبل الغزاة. ويضيف الكاتب إن الغزو الأمريكي للعراق يهدف إلى تدمير مستقبل العراق باغتيال وتصفية العلماء وحرق المجلدات العلمية في مراكز الأبحاث التي تشكل خلاصة الأبحاث العلمية. حينما جاءت جيوش أمريكا وبريطانيا، كان أول شيء قامت به هو ضرب المؤسسات العلمية والبحثية والمدارس والجامعات وإحراق المكتبات والتراث العراقي الذي أصابه النهب والسلب. ويكفي أن ندلل على ذلك أن العراق فقد 5500 عالم عراقي منذ الغزو الأنجلو أمريكي في نيسان 2003، معظمهم هاجروا إلى أوروبا وشرق آسيا ودول عربية، والباقون تم اغتيال معظمهم. إن نسبة 80% من عمليات الاغتيال استهدفت العاملين في الجامعات، ويحمل أكثر من نصف القتلى لقب أستاذ وأستاذ مساعد
وأكثر من نصف الاغتيالات وقعت في جامعة بغداد تلتها البصرة ثم الموصل والجامعة المستنصرية، وأن 62% من العلماء المغتالين يحملون شهادات الدكتوراه وثلثهم مختص بالعلوم والطب. ويتبين لنا هنا في هذا السياق أن هناك قراراً استراتيجياً أمريكياً إسرائيلياً مشتركاً بتدمير العراق وتصحيره وتقسيمه وتفتيته وتحويله إلى دويلات طائفية تسهل عملية السيطرة عليه لصالح الحفاظ على التفوق الاستراتيجي الإسرائيلي على المنطقة كلها في نهاية الأمر. وفي نفس السياق نقرأ مقالا من صحيفة المدى للكاتب كاظم المقدادي بعنوان العراق والمطالبة بالتعويضات من الحكومة الأمريكية. يقول الكاتب: نطالب بما طالبنا به وغيرنا الحكومات المتعاقبة في العراق بالطلب من الإدارة الأمريكية وربيبتها إسرائيل بتعويضات مالية لما سببتاه للعراق من تدمير وخراب وتلوث إشعاعي مميت انتهاكا للقانون البيئي الدولي ولسيادة العراق، علما بأن تلك الجرائم لا تسقط بالتقادم. استخدمت القوات الأمريكية وحليفاتها في حربين مدمرتين على العراق في عامي 1991 و2003 أحدث أسلحة الدمار والفتك المصنعة من نفايات نووية خطيرة سميت اليورانيوم المنضب، وهي تسمية خبيثة ليقولوا وفعلا قالوا إنها ليست خطيرة على البيئة والصحة، فقصفت بها حتى المناطق السكنية المكتظة بالسكان، ونشرت الإشعاع الناجم عن استخدامها في كافة أرجاء العراق، والذي سبب كوارث بيئية وصحية لا مثيل لها. لقد قدر خبراء ومؤسسات مختصة كمية ما استخدمته القوات الأمريكية وحليفاتها من ذخائر اليورانيوم على العراق بنحو 3000 طن متري، وهو ما يعادل 250 قنبلة ذرية من القنابل التي ألقتها أمريكا على هيروشيما وناكازاكي اليابانيتين في الحرب العالمية الثانية. وعدا أسلحة اليورانيوم، استخدمت القوات الأمريكية أسلحة الفسفور الأبيض المحرمة دولياً، وخلفت قوات التحالف ضد العراق في الأراضي العراقية كماً هائلاً من المعدات الحربية المضروبة بقذائف اليورانيوم، وكذلك آلاف القنابل والصواريخ غير المنفجرة، بالإضافة إلى ملايين الألغام الأرضية. وعدا هذا، خلفت وحدات الجيش الأمريكي في البيئة العراقية شتى الملوثات الخطرة، حيث جاء في تقرير دولي خاص في البيئة العراقية أصدره فريق من الباحثين الأمريكيين في مركز دراسات الحرب في نيوبورت بالولايات المتحدة، أن الغبار في العراق يحتوي على 37 نوعاً من المعادن ذات التأثير الخطير على الصحة العامة، فضلاً عن 147 نوعاً مختلفاً من البكتيريا والفطريات التي تساعد على نشر الأمراض. وأكد خبراء بيئيون أن الجيش الأمريكي لم ينقل معه عند رحيله من العراق مخلفاته الخطرة، وإنما طمرها في الأراضي العراقية. ومن موقع قناة الرافدين الفضائية نقرأ مقالا للكاتب رافع الفلاحي بعنوان الرد الإيراني فيلم هابط بامتياز. يقول الكاتب: إن الرد الإيراني على إسرائيل الذي تبع ما أطلقت عليه طهران تسمية الصبر الاستراتيجي عقب قيام الطائرات الإسرائيلية بقصف مبنى القنصلية الإيرانية ما هو إلا فيلم من الأفلام الهابطة التي يراد منها تحويل حياة الناس إلى كذبة وتمرير الأوهام القاتلة كعلاج لمشاكل وأزمات وكوارث لن تزول أبداً بالكذب والتدليس. ترامب ومن بعده بايدن يؤكدون في أكثر من مناسبة أن بلادهم لا تستهدف تغيير نظام الحكم في إيران، فالأخير ليس خصماً بل هو أداة مهمة في تمرير السياسات الأمريكية في عموم المنطقة. وطالما استخدم كفزاعة الابتزاز أنظمة عديدة في المنطقة وخاصة في الخليج العربي،
وما يفعله ذلك النظام في العراق يشكل حالة من القبول في دوائر السياسة والاستخبارات الأمريكية والغربية، كونه يبقى العراق ضعيفاً منزوعاً من كل قدرة على النهوض وعلاج جراحات أكثر من عقدين مضت تحت مظلة ما جرى من احتلال أمريكي للعراق في عام 2003، والذي أسفر عن تخادم أمريكي إيراني لتحقيق هذا الهدف وتأمين مشروع كان من أولوياته تمكين إسرائيل في الحصول على شرعية الوجود وبناء علاقات مستقرة مع كل بلدان المنطقة وتأمين الثبات والاستقرار بعيداً عن حقوق الفلسطينيين والعرب في وطن فلسطيني مستقل وحر. وهكذا فإن ما حصل ليلة 13/14 من نيسان كان فيلماً إيرانياً هابطاً بكل المعايير وبإخراج أمريكي بريطاني غربي وإسرائيلي لا يتناسب أبداً حتى مع كل معايير الأفلام الهابطة، فقد كان مفضوحاً وكاريكاتورياً مقرفاً. نشرت صحيفة الجارديان مقالاً للصحفية رقية ديالو قالت فيه إن عام 2004 شهد تحولاً كبيراً في فهم مبدأ العلمانية في فرنسا من خلال إلزام مستخدمي المدارس الحكومية بالحيادية فيما يتعلق بالدين أو على الأقل التكتم بشأن معتقداتهم، وكان التعليم هو الخدمة العامة الوحيدة التي ينطبق عليها قانون 2004. قالت إن ذلك جاء في سياق ما بعد 11 من أيلول سبتمبر الذي اتسم بتزايد كراهية الإسلام، فدخلت فكرة ضرورة إبقاء ظهور المسلمين تحت السيطرة إلى الرأي العام الفرنسي ووسائل الإعلام والطبقة السياسية. وينظر العديد من المسلمين إلى هذا الإجراء على أنه تمييزي ويؤدي بشكل متكرر إلى تأجيج التوترات إلى حد أن يقوم عدد متزايد من الأفراد المسلمين بأقدامهم ويختاروا مغادرة فرنسا. في حين تم تصوير قانون عام 2004 على أنه حظر على جميع الرموز الدينية الظاهرة بما في ذلك الصلبان المسيحية الكبيرة، إلا أنه في الواقع كان يستهدف التعبير عن الإسلام. وعلى هذا النحو فقد فتح الباب على مدى السنوات العشرين الماضية أمام كراهية الإسلام بلا هوادة، متجسدا في التركيز على مظهر النساء والفتيات المسلمات. وفي عام 2023 أضافت حكومة ماكرون حظرا على العباءة، وهو فستان طويل الأكمام من أصل شرق أوسطي في المدارس الحكومية دون تعريفها، ما ترك مجالا كبيرا للمدارس لإصدار أحكام تعسفية. من غير الممكن ببساطة معرفة الفرق بين الفستان الطويل والعباءة. العديد من الفتيات والنساء المسلمات يغطين أنفسهن بالفساتين التي تباع في متاجر الملابس العادية، لذلك يمكن اعتبار نفس الزي دينيا بالنسبة لفتاة من المفترض أنها مسلمة، ولكنه محايد بشكل مقبول إذا ارتداه شخص غير مسلم، فما هذا إن لم يكن تنميطيا عنصريا؟ تساءلت الكاتبة. والآن مشاهدينا إلى الرسوم الكاريكاتيرية. بلا جدران تقيهم حر الصيف وبرد الشتاء، أخرى
أخرجوا من ديارهم، غائبون لا صوت لهم، وبلدهم يطفو على بحر من النفط، تصارع أكفهم قسوة الحياة. هدموا كل ما هو جميل وأساءوا لحاضرة الدنيا، حتى استغاث منهم تراب الرافدين. لكن أحفاد ثورة العشرين سيكسرون القيد ويبذلون المهجة ويعيدون الحياة. لن تكتم الأفواه ولن تحبس الألسن، فنحن صوتكم. ومن موقع الجزيرة نت اخترنا لكم تقريرا مصورا بعنوان صرخات الحرب في غزة. ففي هذه المدينة حيث الحكايات تتجدد، خلق أبطالها من رحم مدينة ما زالت تعاني الحرب. هناك أبطال يتساقطون من حين لآخر، لكن على الجانب الآخر تبدأ ولادة أبطال آخرين يسيرون خلف نهج أسلافهم، ونرى الألم يزيدهم إصرارا. وبعد مرور نحو 6 أشهر على الحرب التي تشنها إسرائيل على غزة، والتي أدت إلى تدمير جزء كبير من القطاع ووقوع كارثة إنسانية، يحاول الوسطاء التوصل إلى وقف إطلاق النار لتسريع تقديم المساعدات لسكان القطاع البالغ عددهم 2,200,000 نسمة، والذين يعانون من وضع معيشي مأساوي. والآن مشاهدينا نتابع معكم فيديو اليوم الذي اخترناه لكم من مواقع الصحف. حرب مدمرة أفنت كل شيء في طريقها في السودان، بين جنرالين كانا حتى الأمس القريب حلفاء يتقاسمان السلطة والنفوذ، قائد الجيش الفريق أول عبد الفتاح البرهان وقائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو المعروف بحماتي. اشتعلت شرارتها الأولى في الخرطوم في 15 من أبريل نيسان عام 2023، مخلفة وراءها كوارث عظيمة من مجاعة وتشريد وعنف جنسي وصراعات عرقية مسلحة. فالبلد الذي صنف قبل الحرب من بين أفقر دول العالم يواجه واحدة من أسوأ أزمات النزوح، وقد يشهد أسوأ أزمة جوع في العالم. كيف تحول الصراع بين الجنرالين إلى أزمة إنسانية مدمرة في السودان؟ سؤال سنجيب عنه في قصتنا. العاصمة الخرطوم تحولت إلى ساحة معركة بعد أيام من تأجيل توقيع اتفاق سياسي كان من الممكن أن يكون بداية لانتقال ديمقراطي، لتعلن قوات الدعم السريع استيلاءها على المطار الدولي ومواقع رئيسية أخرى، لتبدأ رحلة معاناة السودانيين وفصولاً جديدة من النزاع في قصة الجنرالين. فقد أودت تلك الاشتباكات بحياة آلاف، بينهم 10 إلى 15 ألف شخص في دارفور وحدها وفقاً للأمم المتحدة، ونزح 6.5 مليون شخص، بينما لجأ 1.5 مليون آخرون إلى دول مجاورة، في حين يعاني 18 مليون من الجوع في بلد يبلغ تعداده 48 مليون نسمة. الأوضاع الإنسانية معقدة مع فشل المساعدات الدولية في الوصول إلى الكثير بسبب القيود المفروضة، منها رفض عدد من الدول منح تأشيرات دخول للسودانيين وفرض رسوم جمركية باهظة على المواد الغذائية، إضافة إلى نهب المخازن وصعوبة الوصول إلى العالقين قرب جبهات القتال، عوامل يضاف إليها انهيار النظام الصحي بشكل كامل، حيث تقدر الخسائر في هذا القطاع بقرابة 11 مليار دولار. البلد الأفريقي الذي يعمل غالبية سكانه في الزراعة وكان يوصف بأنه سلة غلال أفريقيا، تحولت أراضيه الزراعية إلى رماد بسبب المعارك. فالحكومة السودانية أعلنت فقدان 80% من مواردها، وهي نسبة قابلة للزيادة
بعد مخاوف من إيقاف تصدير نفط جنوب السودان الذي يعود على حكومة الخرطوم بعائدات تقدر بعشرات الملايين من الدولارات شهرياً. الحرب وصفت بأنها بلا منتصر بحسب خبراء في الشأن السوداني، فتلك الحرب إن وضعت أوزارها فقوات الدعم السريع ستبقى متمسكة بالمناطق التي سيطرت عليها. وبهذا نصل لختام حلقة اليوم من صدى الأقلام. في صدى أقلام جديد نلتقي بحول الله وقوته. دمتم بخير مشاهدينا، إلى اللقاء.